صراحة يعني عايز برضو أخدكم في خبر كده، خبر غريب جدا احنا بنشوفه بيتكرر، ويمكن الموضوع بقى مش عارفين هو بقى عادي ان هو يتكرر ولا لا، ولكن تخيل كده معايا ان ساحة مستشفى تتحول لساحة شبيهة بساحات الحرب. موضوع بقى غريب وموضوع بقى بيتكرر ومتفهمش هو ليه في بعض الأشخاص بيتعاملوا مع المستشفيات وكأنها مش مكان مقدس بيتم معالجة فيه ناس بجد محتاجة للعلاج. يعني متفهمش ليه ناس ساعات بتفكر بهذا الأسلوب. لقي كده يوم الاثنين اللي فات بعد ظهر الجمعة على يوم 9 سبتمبر كده، لقينا ان في مستشفى او في عربية اسعاف راحت لمستشفى البنك الاهلي. هذه السيارة كانت بتحمل شابين، شاب فيهم عنده مشكلة كسر في قاع جمجمة، وشاب تاني عنده كسر في عظمة الساعد. المشكلة ان اللي حصلت يعني وبسببها حصل كل هذه الحرب اللي هحكي لحضرتكم دلوقتي عليها، ان هؤلاء الشابين دخلوا العناية المركزة، دخلوا غرفة الطوارئ، وكان في احد الاشقاء لحالة من الحالتين دول موجود بره هو ووالدته، وكانوا عايزين يدخلوا غرفة الطوارئ. طبعا مش منطقي ان انت تخش غرفة الطوارئ في مستشفى في حالة صعبة زي كده، بنتكلم على واحد كسر جمجمة وواحد كسر في عظمة الساعد، فمش منطقي اصلا ان انت تخش غرفة الطوارئ. لكن الممرض راح قال له لا، مش هينفع انك تدخل المستشفى، مش هينفع انك تبقى موجود سوري في غرفة الطوارئ. فيكون بقى رد هذا الشاب ايه عليه؟ يقوم يطلع الموبايل بتاعه من جيبه ويقوم يضرب بيه الممرض في وشه ويعمل له زي جرح كده قطعي في الوش بتاعه. فطبعا يعني حالة غريبة جدا، ناس كتيرة جدا اتلمت اللي هو ايه اللي بيحصل ده. فيقوم هذا الشاب يقوم يهرب من الموقف ده، يجري ما نعرفش هو راح فين. وبعد شوية يجي تاني نفس الشاب ده اللي اخوه جوه في غرفة الطوارئ، واللي رغم من ان الخناقة حصلت مع ممرض الا ان كان بيتم الاهتمام برضو بحالة اخوه، يجي هو وناس اصحابه ويجايبين بقى معهم شوية اسلحة. شوية اسلحة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن محاليل، العصيان بتاعت المحاليل وعصيان من اسرة المرضى اللي موجودة في المستشفى، راحوا خلعوا حاجات من المستشفى ودخلوا بيها بقى على القسم ده اللي هو اسمه قسم الطوارئ عشان ناخد حقنا من الناس اللي مش عايزين يدخلونا جوه. ويبتدي يحصل معركة ما بين هذا الشاب او يعني المجموعه من الشباب اللي هم كانوا جايبينه، وكمان مع الممرضين والدكاتره اللي هم ما خدوش في الكليه ازاي نكون احنا بنقاتل في ساعه حرب زي كده، اللي ما خدوش في الكليه ازاي المفروض احنا ندافع عن نفسنا لما اهل المريض يجوا يتهجموا علينا. فاللي حصل كنتيجه لهذا الموضوع وكنتيجه لهذه الغزوه يعني ان في 5 من الطاقم الطبي تمت اصابتهم، منهم 2 دكاتره اصابتهم كانت كسر في اليد. انت متخيلين حضراتكم يعني ايه طبيب يصاب بكسر في اليد؟ الطبيب ده شغله ان هو بيشتغل بايديه، يوم ما يكون بيصاب بهذا الكسر يعني اكيد طبعا مش هيعرف ان هو يكون بيقوم بمهامه، ومش عارف ان هو يشتغل كويس، وهتحرم مرضى كتير من ان هم يعملوا كده. وغير العاهات اللي حصلت او غير الاصابات اللي حصلت لطاقم التمريض، وصراحه احنا دايما بنشوف احداث زي كده ومستائين جدا جدا منها، مستائين من كل هذه التصرفات. وعشان نعرف اكتر عن اللي حصل بالظبط وايه الاجراءات اللي حصلت بعدها، دلوقتي بيكون موجود معانا على الهاتف دكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابه الاطباء. دكتور ابراهيم بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. يعني صراحة دكتور خبر يعني بيوجعنا كلنا، لأن احنا أكيد مش عايزين المنظومة الطبية بتاعتنا تكون بتتأثر بأي شكل من الأشكال، وأكيد كل هذه الإشكاليات اللي بتحصل مش بتعبر بالضرورة طبعا عن كل الناس اللي موجودين واللي بيتعاملوا مع المنظومة الطبية، لكن بتضايقنا بشكل كبير. فعايزين نعرف من حضرتك إيه اللي حصل بالظبط ويا ترى اتصرفنا إزاي ناحيتها. طيب هو خلينا نتكلم على إن في حاجة مهمة جدا اسمها بيئة العمل. تمام. لو طالبين من الأطباء والفريق الطبي، أنا دلوقتي مش هتكلم على الدكاترة لوحدهم الحقيقة، لأن طبعا الفريق الطبي كله بيشتغل تيم ورك او فريق عمل لصالح المرضى، سواء اطباء او تمريض او فنيين او حتى عمال في المستشفى. جميل. لو عايزينهم يشتغلوا ويؤدوا خدمه مجانيه لاهلنا، لازم نهيئ لهم بيئه العمل وتبقى بيئه عمل مناسبه. اللي بيحصل ده يعني الحقيقه صعب جدا يحصل في بلاد كتير جدا بدون عقاب رادع. ليه تكرر؟ لان الناس حسوا ان مفيش عقاب رادع حصل. هي دي القصه الاساسيه. الاتفاق الاساسي في حمايه الفريق الطبي ان لو حصل مشكله زي ديت الشكوى تبقى باسم المستشفى مش باسم الاطباء. وكل مستشفى المفروض فيها امن وفيها نقطه شرطه. طيب هم فين؟ وحضرتك بتحكي من شويه بتقول لي اللي كان بيمنع الناس ان هم يدخلوا اوضه الافاقه هو الممرض. هو ده مش دور ممرض على فكره. هو دور الامن. دور الامن ان ما يدخلش الناس دول من ضابط المستشفى من اساسه. مش ان هم يدخلهم ويعتادهم ويكسرهم.
فين الامن ساعتها؟ حد يرد عليا ويجاوبني فين امن المستشفى وفين النقطة الشرطه اللي موجوده في المستشفى عملوا ايه؟ هو ده السؤال المهم اللي لازم نجاوب عليه. الحاجه الثانيه واللازم نفهمها، الدنيا كلها والدول كلها حتى الدول العربيه الشقيقه حط احكام رابعه ومغلظه للعقوبات في الاعتداء على المستشفيات والفرق الطبي. احنا حتى هذه اللحظه ما عندناش هذه العقوبات، بنطالب بيها بعد فتره، وفي قانون مقدم لتقليل العقوبات، وفي قانون المسؤوليه الطبيه مقدم، ومنتظرين خروجه من لجنه الصحه ومن مجلس النواب، لكن هو لم يخرج حتى الان. في النتيجه اللي بتحصل ان الشباب الاطباء اللي احنا مصر صرفت كتير جدا علشان دول يتخرجوا ويخدموا اهلهم بيسافروا بره مصر. وفي هجره كبيره جدا بره مصر. صحيح ان في شكوى من دخل قليل، دخل الطبيب قليل، لكن الشكوى الاساسيه اللي قبل الدخل، لان الدخل يجي في المرتبه الثالثه الحقيقه في الشكوى. المرتبه الاولى يعني اعتقد برضو ان هو لو فضل جوه البلد نفسها، يعني حتى لو ما هاجرش او قرر ان هو يسافر، اكيد برضو مش هيختار ان هو يشتغل في مكان حكومي مثلا او مكان بيتم العلاج فيه بالمجان علشان ما يتحطش في مثل هذه الظروف. ما ده اللي انا بقوله لحضرتك، هو المفروض المكان ده يكون معاه ناس كبار بيعلموه، في تدريب طبي وتعليم طبي مستمر، المفروض يكون في بيئه عمل سليمه، ما يحسش بان هو خايف وان هو ممكن يعتدى عليه زي ما حصل وحضرتك شفت، ودي مش اول مره يعني دي مكرره في اماكن مختلفه. ما يكون عنده المستلزمات اللي محتاجها للمريض بتاعه، يكون عنده سكن لائق لما يتعب ويخلص شغله يلاقي مكان يرتاح فيه. بعد كده نتكلم كمان عن الدخل، دي حاجات كتير جدا، دي ثلاث حاجات كبار جدا بتخلي شباب الاطباء اللي هم القاعده الاساسيه في العمل، خلي بالك حضرتك ان هرم العمل مش بيعتمد على الكبار في السن، بيعتمد في الاساس في قاعدته على كبار السن، واللي هم عندهم اللياقه والقوه والكفاءه ان هم يشيلوا الشغل الكتير. مظبوط. دول بيسابوا مصر ويسافروا بيستقيلوا، ولما حتى الوزاره بتوقف استقالات بيسافروا من غير ما يتفصلوا، يعني بيتغيبوا لغايه ما يتفصلوا من العمل. مش ده ابدا اللي ممكن يرفع الخدمه الصحيه. ده طيب. ضد الخدمه الصحيه تماما. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت على فكره بيئه العمل، واتكلمت على فكره الامن اللي المفروض يكون موجود جوه المستشفيات، واللي المفروض يكون متكثف بشكل اكبر من كده، وصراحه يعني كلها مطالب مشروعه جدا، وزي ما حضرتك قلت في المداخله يعني ان موجوده في اماكن كتيره في العالم، يعني مش احنا اللي هنخترعها. لكن برضو كنت حابب اطمن حضرتك بقى على القصه دي بالذات، يعني ايه اللي حصل؟ هل المعتدين دول تم حجزهم؟ هل تم التحقيق معهم؟ وصلنا لغايه فين في القضيه دي؟ فعلا يعني الزملاء زمايلي في النقابه كانوا موجودين في المشكله، والمستشفى قامت بواجبها وعملت المحضر الرسمي اللي هو باسم المستشفى نظرا للاعتداء على تكثير محتويات المستشفى وعلى الاعتداء على الفريق الطبي، والنيابه فعلا بشرت العمل، وفي تم التحقيق معاهم، وفي اثنين من المعتدين النيابه عملت تحبسهم 4 ايام على ذمه التحقيق، وفي اثنين تانيين لا زال التحقيق معاهم. فالإجراء القانوني شغال، بس برضو العقوبات ليست كافية، يعني حتى لو وصلنا للنيابة خدت الإجراءات وبعدين المحكمة، خلي بال حضرتك إن هم برضو محكومين بقانون، ما يقدروش يخرجوا بره إطار القانون اللي موجود فيه، وإحنا بنطالب بتغليظ هذا القانون وتغليظ هذه العقوبات عشان تبقى رادعة. إنما لو في غرامة، لو في حبس أسبوع، لو في حبس شهر، الكلام ده ليس رادعا عن الاعتداء. صحيح يا فندم، كلها صراحة يعني مطالب مشروعة ومطالب احنا بننادي بيها بشكل كبير، واتذكر برضو الواقعة دي لان هي متكررة، فكل مرة بنطالب بتغليظ هذه العقوبات. بنشكر حياتك، شكرا جزيلا دكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء.